اخوان صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هي هذيك. مرحبا بكم في فيديو جديد مع بايكر ميد. قلت ضروري كدايز مع الطريق هذه، قلت ضروري نصور لكم هذه الاجواء. شوف شوف على كام، تبارك الله. الاير وان كروس بلاين كتسلم عليكم الاخوان. هذا الفلوق هذا ان شاء الله غادي يكون سبيسيال اكثر من هذوك اللي فاتوا. علاش؟ حيت اليوم ان شاء الله غادي يدخل واحد الموتور سبيسيال عندي للمحل. هاد الموتور باقي ما منتشرش كاع في المغرب، يلاه جات لاريفاج ديالو ودخل داكشي قليل. اش من موتور ولا اش من فئة غادي يكون؟ واش الفئة ديال السكوتر ولا السبورتيف ولا الترايل؟ خليكم معايا ان شاء الله باش نكتشفوه جميع، حيت انا شخصيا في حالي في حالكم اول مرة غادي نشوف هاد الموتور حدايا. باش اي واحد كيفكر ياخدو مع الوقت يكون عنده معلومات عليه. ندير لكم شي حاجة، ديال الرونفلاج الاخوان. يا كروس بلاين اخوان، واش مستعدين تكتشفوا معايا الموتور اللي وصلنا اليوم ولا ما مستعدينش؟ انا عارفكم الاول ديال الفيديو باغيين تعرفوا اش من الموتور اخوان ديالنا. الموتور ديالنا هو الفوج 525 دي اس اكس. كاملين بكم الاخوان كتسناو تسمعوا المعلومات على الفوج 525. شنو هي الفوج 525؟ شنو هو الجديد اللي جات به؟ طبيعه الحال غادي يكونوا غير افكار مبدئيه على هذا الموتور. المهم اول حاجه غنبداو بها الاخوان هي الماكينه. الماكينه ديال 494 سي سي بالضبط، بجوج ديال لي سيلندر كيف ما كتشوفوا معهم حاطين هنا، اللي كيعطيونا الاخوان 48 ديال الخيل. وهذا الخير كامل اللي كتشوفوا حداكم وهاد الوقفه وهاد التجريده فيها 190 كيلو. 190 كيلو خاويه، وفاش كتزيد ليها البلان ديال ليسانس والزيت طبيعه الحال كتزاد واحد شويه، نقولوا حنا واحد 215 كيلو كيكون البوا كامل. يعني واحد الصراحه هاد البوا اللي مع الشكل ديالها راه مزيان ومع الكوطي الماكينه ديالها. ندوزو الكوطي سيكوريتي في الموتور. اول حاجه عندنا دوبل ديسك في القدام وديسك في اللور طبيعه الحال. عندنا سيستم ا بي اس، هو وهذا الا بي اس الاخوان راه ممكن انك تاكتيفيه وديزاكتيفيه غير من هذا البوطون. هذا الجديد اللي جات به هذه المره الفوج هو سيستم ديال تي سي اس. اش كيعني تي سي اس؟ تراكشن كنترول. التراكشن كنترول الاخوان كينفع بالنسبه للمبتدئين، يلاه بادي في موتور باش ما كيعطيش داك الموتور ديبار مجهد، وكينفع حتى في الشتاء باش ما كتزلقلكش الرويده بزاف. وهذا السيستم كذلك ممكن انك تاكتيفي او ديزاكتيفي مجرد انك تكينه. ندوزو الكوتي ديزاين. كيف ما كتشوفوا الشكل ديال الفوج مستوحى من الشكل ديال ديكاتي ملتي سترادا، خصوصا هذا اللون هذا. انا شخصيا عجبني هذا اللون هذا، ماشي انا كنشكر لكم في الموتور ولا شي حاجه، ولكن انا عجبني هذا اللون، التناسق ديال الالوان والديزاين خطير، خصوصا انني انا من العشاق ديال الياما اير 1 ام. داكشي علاش اللون اللي كاين في الياما اير 1 ام كاين في الفوج 525. عندنا الكري، الزرق، الكحل، والجوانط جولد تبارك الله. هاد الجوانط الاخوان كيبانوا لكم سلوكه ولكن هما تيبلوس في الحقيقه. عندنا لي فار سوكور هنا، لي فار سوكور ما تحتاجش تزيدهم، كيجيو فيها انتيغري من لا ميزون. اشنو كيبان لينا في الشكل اللي مزيود؟ عندنا لي كاشمان. هاد لي كاشمان مهمين بالنسبه للبرد، كيزيدوا يعمروا الموتور. البار بريز ريغلاج مانيال، واللي زوين فيها انك ممكن تطلعها وتهبطها وانت في البوزيسيون اللي سايق بيه. طبعا خاصك توقف ضروري، ولكن ممكن تطلعها وتهبطها غير من هنا. ها انتم كتشوف، هاي هبطات، هاي طلعت. اشنو الجديد كيبان لينا هنا؟ عندنا السيبوره ديال الطوب كيس، لي كراش بار. ولي كراش بار مهمين بزاف للستيل ترايل، لانك تدخل الاوفرود ممكن اي ساعه يطيح لك الموتور. هما لي كراش بار خاص صراحه كخصهم يكونوا خارجين، داروهم شويه داخلين. البول اخوان ستوندار، فيه دي ديتاي ديال الكربون.
لي زيتريي ديال الفران نيسان اللي كتخدم بهم الهوندا والياماها والكاوازاكي، الفورج ديال كايابا كيف ما كتشوفوا. كذلك الاخوان عندنا الجديد هو الكاش رادياتور، يعني ما تحتاج تزيد لها كاش رادياتور، ها هو الرادياتور لداخل وعندك الكاش على برا، يعني كيحمي لك مزيان الرادياتور من الحجر. الايروديناميك ديالو واعر، يعني دايرين مين غادي يدوز الريح باش ما يعمرلكش في الموتور بزاف. نسيت ما قلت لكم الريزيرفوار فيه 16.5 ديال اللتر. صراحه كخصو يكون الريزيرفوار كبير على هكا، لان الماطر طراي خصهم يكونوا فيهم ريزيرفوار كبير. علاش داروا ريزيرفوار صغير؟ لان هذه الكونسوماسيون ديالها طايحه على الطائركة، الطائركة فيها 20 لتر في الريزيرفوار، هذه فيها 16.5، الكونسوماسيون طايحه، داكشي علاش داروا هذا الريزيرفوار صغير. عندنا هنا شارج ديال اليو اس بي، وعندنا الشارج ديال 12 فولت. ندوزو دابا الاخوان الكوطي الكترونيك، اجيو معايا نبداو بالطابلو ديالها. عندنا الطابلو ال سي دي ماشي تي اف تي، صراحه كون كان داروا الطابلو تي اف تي كان يكون حسن، ولكن بارابور الثمن اللي عطيكم راه صراحه داروا معانا. هاد الموتور هذا الاخوان جاو فيه جوج ديال لي مود، مود ايكو ومود سبور. هاد المود ايكو طبيعة الحال فاش كتكون في مود ايكو كيكون الموتور يعني عادي ما غاديش يغلبك، ولكن فاش كتبدل المود سبور كتحس باللي الموتور تبدل. عندك التاريخ هنا، لي بريسيون دي بنو، هادي حاجة زوينة، انت كيعطي لك لي بار ديال الروايد شحال، لي دوغري ديال برا، وهادي السخونية ديال الموتور. تريب ا تريب بي طبيعة الحال، والار بي ام كيطلع بهاد الشكل. هانتوما عندي ماريو ايكيبي بالواي فاي والبلوتوث. طبيعه الحال تحتاج باش انك تخدم فيه تحتاج ابليكاسيون اللي هي الفوج جلوبال. هاد الابليكاسيون ديال الاخوان كتكونيكتا اون فوا كتكون الموتور مديماري، كيعطيك كلشي. انتوما مثلا دابا انا هنا كاين الان، يعني البوامور ها هي حتى هي الان، انا غادي ندير بروميير الاخوان، ها هي رجعت البروميير، انا غندير دوزيام، ها هي الدوزيام، كيعطيك كلشي المعلومات كاملين. طبيعة الحال كاين حتى النافيغاسيون، يعني كطلع لك هنا نافيغاسيون ديال الماب كلشي. والحاجة أخرى اللي كاينة في هذا الموتور، أجيو معايا، عندنا كاميرا انتيغري من لا ميزون. هاد لابليكاسيون هادي منها كتخدم الكاميرا. أش بان ليكم في هادشي؟ دابا وصلتوا الفيديو الألف لايك ولا مازال؟ إلا وصلوا الألف لايك باش نزرب ليكم دغيا على التيست، تشوفوا إن شاء الله كضرب الرود اوف رود، الجبال، الهضاب، الماء، كلشي. نتوما عارفين الاخوان انا من عشاق سبورت بايك، ماشي من عشاق ديال الترايل. عرفتوا اول ملاحظه فاش هذا الموتور جا عندي اليوم المحل هو البوا ديالو. اخوان تهلا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، اجيو تاخذوا فكره على هذا الموتور. الثمن كتسولوا على الثمن اللي مهم، ثمن ابتداء من 77000 درهم و900.